دراسة بالأرقام حول خسائر القطاع التجاري خلال موسم الأعياد، والمغتربون حائرون بين العودة واللا عودة. تقرير نخل عضيمي. هذه شجرة الميلاد المزينة تتوسط باكرا قاعات وأروقة مطار رفيق الحرير الدولي، علها تخرق فراغ موسم الأعياد القاتل. وعلى عكس العواصم العالمية لا سيما الأوروبية التي لبست شوارعها حلة العيد منذ أيام، كما في باريس ولندن وبراغ وبروكسل، تبدو بيروت وشوارعها حزينة فارغة، عينها على مواجهات الجنوب والصراع السياسي المحتدم على أنقاض ما تبقى من اقتصاد. بالأرقام، النشاط الاقتصادي تراجع عن العام الماضي بين 75 و95% منذ 7 من تشرين الأول، في وقت تحسن فقط سوق المواد الغذائية بسبب التخزين والمفروشات بسبب النزوح من الجنوب. فهيدي أرقام مخيفة. نحن بلاك فرايدي بالنسبة لنا هو محطة تمهيدية لنحضر حالنا لنهاية السنة. فالمؤشرات كمان منا إيجابية، لأنه فينا نعتبر أنه ما لا يقل عن ثلثين التجار ناويين أنه يلغوا بلاك فرايدي أو بلاك ويك. هو جمعة الجاي والبعضها بيستعملوه يسيلوا المخزون ومشان يشوفوا كيف رايح الاتجاه، فالاتجاه منه منيح. المغتربون الذين خططوا لزيارة لبنان هذا العيد متخوفون من تمدد الحرب، وقام معظمهم بإلغاء الحجوزات خلال شهر الأعياد. من أسبوع يعني عملنا اجتماع ببيريز للاغتراب اللبناني، اجا شي 33 شخص من برا. هودي كلياتهم اليوم وبكرة عم بيرجعوا على بلادهم، ما حيروحوا على لبنان. هودي معودين يروحوا هن وعيالهم بعيد الميلاد، بس نحن ببلاد الأوروبية اليوم كلياتنا وثلاث أرباعنا بدي أقول اخدين تيكت سفر وناطرين مثل ما بيقولوا الله والفرج. اللي موجودين بأمريكا وبأستراليا ببلاد البعيدة، هيدي صارت صعبة عليهم، لأنه بدهم ياخدوا وقت مشان يقدروا يرجعوا ويحضروا حالهم يجوا. ما فقدنا الأمل أبدا إسه لحديت هلأ. أمام هذا الواقع، الضربة قاضية للقطاعين السياحي والتجاري. فنحن فايتين كقطاع تجاري بوضع واهن للآخر بكانون الأول يلي مبين معنا سنة 2019. خلينا نقول بالنص الثاني من شهر كانون الأول، المبيعات اليومية للقطاع التجاري قبل الأزمة كانت بين 200 و250 مليون دولار. سنة الماضي كانت بحدود 100 ل150 مليون. إذا الوضع كفى هيك رح تكون السنة هاي بين 25 و50 مليون، وهو أرقام كارثية وشبيهة بأعياد 2020 بعد انفجار المرفأ وفي خضم جائحة كورونا. ولكن لبنان بلد المعجزات، والأمل بمجيء المغتربين لم يسقط نهائيا بعد، وهو متعلق بتطورات الجنوب. فهل ينقذ الاغتراب مجددا تايتانيك لبنان ليكون المغتربون عيدية عام 2024؟